طيب المنقار بتاع الطيور حلو ده. ليه معنى؟ تدخل الناس مثلا في حياتنا؟ لا بصي، المنقار، الضوافر، الحاجات دي كلها دي فلوس. طب حلو الريش، حلو. الريش زي ما بقول لك ايه، ريش نعام، خدتي بالك؟ كل دي اموال قادمه عليكي، تمام. المنقار بالاخص فلوس جايه من الحكم والكلام. اوكي، حد يعني بيشتغل مذيع بيتكلم، ففلوسه جايه من الكلام. ماشي، يرزقنا المنقار. ان شاء الله.